أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم أحلى تحية وأنا أجدد لقائي بكم عبر حلقة جديدة من المدى ستاديوم. ما زلنا مستمرين في الحديث عن المنتخب الوطني والمسيرة القادمة للمنتخب، المباريات القادمة والمشوار الطويل في التصفيات المونديالية. هذا اليوم سنتحدث من وجهة نظر إعلامية، الصحافة والإعلام الرياضي، كيف يقيم أداء المنتخب؟ هل أنصف الإعلام الأداء، اللاعبين، المدرب، يعني كل ما يتعلق بهذا الأمر؟ لذلك تعالوا معي لنرحب بضيفي هذه الحلقة، وهما كل من الزميل العزيز الأستاذ عدنان لفتة. مساء الخير وأهلا وسهلا بك. مساء النور، تحية لك أستاذ موفق ولكل جمهور رياضي، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة إن شاء الله بوجودك ووجود أيضا الزميل الآخر الأستاذ جمعة الثامر. مساء الخير وأهلا وسهلا بك. أهلا بك أستاذ موفق وأهلا بكل جمهوركم الكريم. شكرا جزيلا لكما، أحييكم مرة أخرى. فاصل ونبدأ. مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة عبر فقرة صورة وخبر ومحمد الخفاجي. رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود يؤكد أن منافسات الدوري الممتاز ستتوقف في 26 من هذا الشهر للاستعداد لمباراة اليابان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا. وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان يعلن عن جاهزية الملاعب لاستقبال مباريات دوري الكرة الممتاز للموسم الجديد. منتخب الناشئين يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة للانخراط بمعسكر تدريبي يمتد لمدة 6 أيام تحضيرا لنهائيات آسيا للناشئين في الهند. فريق القوة الجوية يواصل تحضيراته المكثفة لمواجهة الجيش السوري يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. ملعب الوكرة القطري يضيف مواجهتي الذهاب والإياب بين القوة الجوية العراقي والجيش السوري في 13 و20 من شهر أيلول الجاري. فنادي نفط الجنوب يكشف عن الزي الرسمي لفريقه الكروي الذي سيرتديه في الموسم الجديد 2016-2017. أخيرا، مدرب فريق السماوة محمد علوش يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة أمانة بغداد في افتتاح منافسات الدوري الممتاز. بعد هذه المجموعة من الأخبار ندخل في التقرير اللي أعده محمد الخفاجي عن موضوع حلقة هذا اليوم، تعالوا معي لنتابع. إذن بعد هذا التقرير أعود لضيفي الحلقة، أرحب بهما من جديد. أستاذ عدنان، يمكن قرأنا مع محمد تفاصيل التقرير، لكنه أعود لحقيقة أستوضح من حضرتك ومن أستاذ جمعة رأيكما بشأن المباراتين، تقييمكم لأداء المنتخب خلال المباراة الأولى وخلال المباراة الثانية. تحية لك مرة أخرى والأستاذ جمعة ثامر ولكل الجمهور الرياضي. أكيد أنا أعتقد الخيبة تعم الشارع الرياضي. النتيجة الأولى ربما يعني اقتنع بها البعض على اعتبار أن أستراليا أقوى وفي أرضها لا يمكن قهرها، لكن النتيجة الثانية أعتقد زادت الأمور سوءا بالنسبة للجميع. يعني كنا نتمنى ثورة نهضة فورة من اللاعبين حتى يعوضوا الخسارة الأولى، على الأقل نبقى في السكة. الآن الكثير أعتقد متشائم، يعتقد أن الأمور ربما أفلتت من المنتخب الوطني وربما حتى الأمل تقلص. لكن البعض أيضا يقول أنه حدثت الثورة لحد الدقيقة 70، المنتخب كان متفوق، الأداء سيء للمنتخب السعودي، كرة القدم والعشرين دقيقة الأخيرة انقلب الحال. نعم، كرة القدم حتى صافرت كرة القدم المبارك. تقاس بالنتائج أولا وبنهاية المطاف، ودائما هو من يضحك كثيرا من يضحك أخيرا. احنا للأسف أقول كان أداء إيجابي خاصة في بداية المباراة، اعتقد حتى اللاعبين روحهم افضل، مستواهم افضل، الوصول للمرمى كان كثيف جدا، توظيف اللاعبين ايضا كان اكيد اكيد. يعني ايجابيات كثيره في مباراه السعوديه، لكن للاسف بقت المشكله الكبرى. اولا نتيجه سلبيه، هاي اولا. الامر الثاني هذا العدد الهائل من الفرص الضائعه اللي كان ممكن نحسم المباراه وبعدد كبير من الاهداف خاصه في الشوط الاول.
يعني اذا نستذكر دقائق الشوط الاول كانت هناك فرصه ذهبيه لمهند عبد الرحيم، كانت هناك فرصه لعلاء مهاوي، كانت هناك فرصه لسعد ناطق، كانت هناك فرصه راسيه ايضا لجوستن ميرام. اكثر يعني فريق العراق كان مسيطر تماما. فكان ممكن نحسم المباراه من الشوط الاول. بالنسبه لمباراه استراليا احنا تحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع، اخطاء بالجملة على مستوى التشكيل، على مستوى التوظيف، على مستوى التغيير الغريب اللي حدث، وتحدثنا عن قضية ضرغام وتغيير المواقع، وقضية علي عباس أيضا في غير موقع، أكثر لاعبين لعبوا في غير مواقعهم، يعني تقريبا 3 لاعبين في غير مكانهم. طبعا النتائج مخيبة حد الآن. بالنسبة لي أقول أن الأمل متبقي، لا يمكن أن نفقد الأمل ولا يمكن أن نيأس، لكن نحتاج إلى عمل أيضا، نحتاج إلى كثير من التصحيحات. أنا أعتقد إذا بقى الحال على ما هو عليه طبعاً أكيد الأمور راح تزداد سلبية وتزداد سوءاً. نحتاج إلى عمل وعمل جذري. راح نتكلم حقيقة بنهاية الحوار عن أهم الحلول والمعالجات من وجهة نظر أيضاً حضرتك ومن وجهة نظر زميلنا العزيز أستاذ جمعة. أيضاً أحب أعرف رأيك وتقييمك لأداء المنتخب خلال المباراة. تحياتي لك وتحياتي الأستاذ عدنان المفتاح. طبعاً الأداء كان غير مقنع يعني بالمباراة الأولى تحديداً، مباراة منتخب أستراليا يعني، وكان العذر قد يكون موجود يعني انه احنا نلعب بارض الخصم ومنتخب الاسترالي منتخب جاهز ويمكن ضامن البطاقه سلفا. فبالتالي هذه المعطيات ولدت نوع من الهدوء يعني بعد الضجه والفوره في الشارع الكروي، وبدت الحماسه تزداد انه احنا لابد ان نلعب مع المنتخب السعودي باسلوب مغاير باداء مغاير، لان 3 نقاط مهمه جدا. اتصور كان شحن اعلامي وشحن معنوي يعني كبير اثر حتى على اللاعبين يعني بصراحه، لكن ادوا مباراه جيده يعني بصراحه. حد الدقيقه 70 قال استاذ عدنان انه الدقيقه مباراه للدقيقه 90، وهي فعلا حقيقه انه المباراه كامله، لكن ما الذي حدث انه بالدقيقه 70 يعني ليش احنا هذا الانهيار يعني اللي حصل يعني بصراحه ما يعني شوف اسم النقاد توجهت تقريبا كلها على المدرب راضي شنيشي، لكن حقيقه راضي يتحمل الكثير منه، لكن هل نوعيه اللاعبين يعني جيده كانت يعني ادوات راضي شنيشي كانت، هل حق اللاعبين دوليين يعني بهم؟ هل ممكن نطلق عليه صفة لاعب دولي يعني؟ أخطاء ما ممكن يرتكبها لاعب يعني بأندية الدوري الممتاز، يرتكبها لاعب بمباراة دولية وحاسمة ومفترق طرق حقيقي في وقت يعني خطر جدا، نرتكب أخطاء ساذجة ندفع ثمنها 2، وبالتالي يضيق المساحة التفاؤل اللي كنا نحلم بها. لو خرجنا المباراة فائزين كان الحال تغير يعني، كان حتى يعني النقد ما كان يكون طبعا يعني بالتالي احنا تعود للمنافسه على اقل تقدير. الامل ضئيل جدا لكن يعني موجود يعني ما زال قائم يحتاج عمل يعني طاقه جباره، يحتاج العمل انه نبدا اولا نخفف الحمل الاعلامي على هؤلاء اللاعبين وحتى على الكادر التدريبي. خلاص ما حدث حدث يعني، وبالتالي ليس كنا نقاد وكنا نشخص وكنا انه حريه الراي وبالتالي نمزق المنتخب يعني شر ممزق، لا علينا الان فتره صمت اعلامي وهدوء. نتيح فتره شهر، عندنا فتره شهر كامله يعني على الاقل لو خرجنا متعادلين يعني مع المنتخب الياباني بارضه اتصور راح تكون نقطه شروع جديده، ممكن ان نعود للتصفيات، واتصور حتى المنتخبات اللي تحمل 6 نقاط الان امامها مطبات كثيره اكيد هنا يعني 24 نقطه امامنا يمكن. استاذ عدنان اذا ما تم تدارك الامر، لكن بنفس الوقت الان اذا نشوف نستقرا واقع الحال نشوف انه اتحاد الكره اعطى يعني مده الى ما بعد عطله عيد الاضحى المبارك حتى يتم الاجتماع وتقرير وما الى هذا، كله وقت، هذا كله يعني بصدق المفروض اللي يريد يعمل من الان، كان المفروض عادوا هم يوم امس بسلام الى ارض الوطن، كان المفروض اليوم او غدا يستغلون هذا الوقت للاجتماع للتشاور للتباحث، مو اجلها الى بعد عطلة عيد الفطر لأنه مباراة كبيرة ويعتمد عليها القادم. نعم أنا متفق معك تماما، أعتقد الوقت إحنا دائما يسرقنا، هاي ليست المرة الأولى، دائما من عير أهمية لقضية الوقت. طبعا أنا بالنسبة لي وأكيد زميلي جمعة شاطر الرأي لست مع إقالة المدرب. لا أعتقد أن هذا القرار الجميع سيصب، ليس مع إقالة المدرب، لا أعتقد أن هذا يصب. إحنا كنا انتقدنا المدرب وأنا أستمر أنتقد وأي واحد يعني ينتقد، لأن إحنا نريد دائما فريقنا يكون بأفضل حال. ما ننتقد شخص طبعا أبدا، كل الاحترام للكابتن راضي شنيشر ولعمله ولإنجازاته السابقة وتاريخه أكيد أكيد يعني. هذا أمر يعني ماكو خلاف عليه، لكن إحنا ننتقد أداء داخل المباراة، إدارة المباراة، اختيار التشكيل، كل هاي الامور هو مسؤول عنها. حتى هو انا فاجئني يعني في بعد المباراه مع السعوديه تصريح غريب جدا. قال
احنا فقدنا المباراه واني كل هذه الامور كنت اتوقعها. نعم. طيب اذا كنت تتوقعها لماذا لم تجد المعالجات؟ كنت اتوقع اذا ما مسجل راح يسجل بالضبط. نعم. يعني انت يفترض ان تحصن اللاعبين، ان نستفيد من الدرس. احنا كل اللاعبين، كل حتى هو الكابتن راضي، نعم، اعضاء الجهاز الفني قالوا احنا استفدنا من درس استراليا الكثير، وفعلا بدينا نشوف الفريق مختلف في الشوط، نعم، الاول. طيب احنا الشوط الثاني دائما نسميه هو شوط المدربين. نعم. اذا اللمسات لازم تظهر في الشوط الثاني. اللياقه البدنيه هذا عامل خطير جدا، يعني هذا الانخفاض الغريب في اللياقه البدنيه. اذا يتحدثون للتساؤل، اي نعم، اذا يتحدثون عن قضيه الاجواء، نعم، طيب احنا كنا في ماليزيا معسكر ورحنا لاستراليا، واستراليا ايضا بها رطوبه، نعم، ورجعنا الى ماليزيا. اذا قضيه الرطوبه، طيب من اختار ارض الفريقين ايضا، من اختار ارض ماليزيا؟ نعم. اذا كانت هذه الرطوبه مؤثره على اللاعبين، انا سالت رئيس الاتحاد واكشفها امام الراي العام، نعم، قلت له انتم ليش اختاريتوا ارض ماليزيا حتى تكون ارضنا وتتعلمون هاي الرطوبه؟ نعم. قال مو الاتحاد اختار الارض، المدرب هو من اختارها. نعم. اذا إذا كان المدرب هو اختار، هو يتحمل المسؤولية. نعم. لأنه أنت قضية الرطوبة طبعا هي مؤثرة على العراق وعلى السعودية، لكن احنا شفنا تأثيرها أكثر على لاعبينه. العامل البدني انخفض طبعا، جهود يعني حتى اللاعبين صار عندهم تشنجات، أغلب التبديلات هي صارت تبديلات اضطرارية. نعم. يعني على عبد الزهراوي طلع تبديل اضطراري، ومهدي أيضا تبديل اضطراري. إذا هذه لازم نسأل نفسنا ليش هيك؟ احنا بالعكس المفروض العامل البدني يكون عامل قوة للفريق العراقي، لأنه نعرف بدنيا احنا أفضل من الفريق السعودي. الفريق السعودي ما كان موجود على أرض الملعب المباراة، وكان يعني المباراة. أنا معتقد أنه لو الهدف الثاني يجي، وخاصة هاي الكرة اللي ضيعها مهند كان في أفضل حالاته. نعم. بس ما مسجل الهدف الثاني، هذه الكرة العرضية اللي هي أصعب من الهدف اللي سجله. نعم. سجل هدف من بين 4 لاعبين، لكن الكرة السهلة اللي بمواجهة الحارس ما سجلها. احنا دائما نقول اللاعب الهداف هو هذا العملة النادرة المفقودة. مهند لاعب مميز، نتمنى ياخذ وضع التهديفي، شهيد التهديفة تكون بأعلى مستوى، يستغل الفرص. مو معقولة تضيع 7 فرص تسجل هدف واحد، هذه هي قيمة الهداف. فأنا أعتقد أكو خلل كبير، الاتحاد بحاجة إلى عمل، ونحتاج إلى قرارات. أنا أعتقد الشارع الرياضي شخص الكثير من الأمور، لكن هي مو قضية طلبات مشاهدين. لا، احنا نريد الان حقيقه دا يكتبون. نعم. يعني احنا تحدثنا، احنا ممكن يعني الوقت طويل، ممكن نتحدث. نعم. بجوانب اخرى. نعم. لكن انا اقول نحتاج الى معالجات، نحتاج الى تغيير حتى بنوعيه اللاعبين. نبقى بنفس التشكيل ما اعتقد راح نوصل، عندنا مشاكل بالبدلاء. طيب. عندنا مشاكل حتى بالتشكيل الاساسي، لازم تكون عندنا جرأه. تتفق استاذ جمعه بهذا الامر ويا استاذ؟ انا طرحت يعني طرحت بالبدايه، قلت لك انه كثير من اللاعبين. منو الافضل؟ منو الافضل الان من هؤلاء؟ ممكن انه نطرحها، يعني الناس تطرح مو على الاهواء، يعني مو على الاهواء. ما اريد نذكر اسماء، بس الاخطاء اللي صارت، وانت يمكن لاعب مدافع، يعني الخطا اللي صار تسبب ضربه جزاء الاولى ما ممكن ان يحدث، يعني ما ممكن. نعم. لاعب مواجهه خصم، حضنه للخصم، اشطح امامه، بالتالي هواي كثير من الامور الحلول. اما ان تجي يعني بشطح عالي المستوى وترتكب جزاء بهذا الوقت، اتصور يعني ما مو لاعب دولي، يعني ما اتصور انه صفه لاعب دولي. ثانيا احنا كنا بحاجه بال20 دقيقه الاخيره الى لاعب خبره، لو كان عندنا لاعب خبره لانقذ راضي شنيش في مباراه. قائد ام لاعب خبره؟ لاعب قائد او لاعب خبره داخل الميدان، لاعب خبره، لاعب خبره يوجه اللاعبين. كان ممكن نلعب بلوكين دفاعيه امام المرمى، وبالتالي 20 دقيقه ما ممكن يخترقون الفريق السعودي، ما ممكن. يعني كنا ندافع ونحافظ على هدف، لان احنا مستوى اللياقه البدنيه عندنا هبط فعليا، وعندنا مدافعين اطراف ومو مدافعين اطراف، اصلا مو مدافعين اطراف اللي هم. قصدك ضرغام وعلاء؟ نعم، علاء. نعم. هو لاعب ممتاز، لاعب. نعم. شاب جيد، يمكن بالسناب جيد، بالمهاره جيد، لكن بالمستوى الدفاعي هو مو مدافع، يعني. نعم. بالتالي يرتكب اخطاء ساذجه دفاعيا، وبالتالي حتى ضربه الجزاء اللي سببها الثانيه هي كانت يعني هفوة من اللاعب، يعني مبتدئ نقدر نقول. نعم. بالرغم انه لاعب مشروع، لاعب كبير، لاعب مميز، لاعب مميز ان شاء الله اذا استمر. نعم. على لكن نزجه بموقع دفاعي، اصور دفاعيته بها ضعف كبير وواضح جدا. لو كان عندنا لاعب خبره ويوجه اللاعبين ويسحبهم، ما عندنا كان قائد داخل الملعب يوجه. نعم. اللاعبين ويعني ينظم صفوفنا، وبالتالي زج بالبدلاء. البدلاء كانت عمليه تنشيط، احنا بال20 الاخيره لازم عندنا عمليه تنشيط، لان الرتم بدا يهبط، مستوى اللياقه كان زج 2 لاعبين نشطاء، يعني يركضون مع كل لاعب سعودي، بالتالي البدلاء خذله وراضي شنيش، يعني خلينا نكون واقعيين. بس البدلاء مثلا نوعيه البدلاء ممكن كان يكون الخيار افضل، يعني انا مثلا انا بهكذا المباراه، يعني مو مدرب، لكن ممكن لاعب مثل امجد عطواني يفيدني. نعم. لاعب مثل همامي يفيدني، ازجه بال20 دقيقه ما يترك لاعب سعودي يركض ويجري كل لاعب سعودي. اولا لاعب شاب يمتلك طاقه بدنيه ولياقه، وال20 دقيقه الاخيره انا محتاج لاعب يفلش هجمه، يربك اللاعبين السعوديين، يمنع السيطره على الكره والحيازه، ما كان موجود عندنا. نزلوا البدلاء، اصور ضاعوا بالملعب، ما شفنا منهم لمسات،
فبالتالي دفعنا ثمن لاعب الخبرة والبدلة. إذا يمكن واحدة من الأمور اللي أشار إلها أيضا أستاذ جمعة وأشرنا لها يمكن في حلقتين سابقة، مسألة اختيار اللاعب المناسب في المكان المناسب وفي التوقيت المناسب، هذا يمكن واحدة من الأمور اللي أدت إلى نتيجة مباراة السعودية، دعنا من مباراة استراليا. أستاذ موفق، واحدة من الأشياء اللي وجهت للكابتن راضي شنيشل خلال فترة المعسكرات التدريبية كان أكو إجماع بالشارع العراقي أن المنتخب الأولمبي هو الذي سيكون هو المنتخب الوطني باعتبار أن أغلب العناصر هي موجودة في هذا المنتخب. فقال كلمة أنا أتذكرها دائما، قال هذه المعسكرات حتى نصنع البديل المناسب من اللاعبين المحليين. طيب الآن إحنا عندنا مباراتين ما شفنا بديل مناسب، 6 بديلات سواها الكابتن راضي شنيشل، كل البدائل الست بدائل سيئة جدا، ما شفنا بديل غير، يعني استراليا غيرت كاهل في الدقائق الأخيرة سجلت على الإمارات. نعم. فهد المولد لاعب منتخب السعودية نزل في الشوط الثاني أربك دفاعاتنا. نعم. بالتالي البديل ورقة مهمة إحنا ذكرناها في أكثر مرة، ليس محاباة لأحد، ليس مجاملة لأحد، إحنا نريد منتخبنا على مستوى دكة البدلاء لازم يكون نار، على مستوى اللاعبين الأساسيين لازم تكون منافس حاضر. عندنا هذه العناصر عندنا موجود. نعم. أستاذ موفق الآن. نعم. خلينا نكون واقعين، هو إحنا واقعين القضية الآن أكو إحباط عام عند اللاعبين. أنت نعم. تدري عندي إحباط عند اللاعبين، أنا اليوم واحد من اللاعبين اليوم اتصل بي اليوم صباحا سألني قال لي ليش أنت انتقدتني، أنا نزلت دقائق قليلة. نعم. كان متضجور، قلت له إحنا نحكم على أرض الملعب وأنت إذا تقدم أداء جيد بالعكس أنا أول واحد أشيد بيك. قال احنا صار عندنا احباط كليتنا لان ما انطونا فرصه ما لعبونا. طبعا هو حقه استاذ عدنان ديعت، يعني الموضوع بعيد بس ربطت سنه 95 او 96 صارت عندنا اختبارات منتخب فلعبنا منتخب اولمبي ومنتخب وطني. ثاني يوم احنا كانت الصحافه لها دور كبير يعني في اختيار هذا اللاعب وذا، ولا اقرا انه موفق ما قدم المستوى اللي كان ابو احمد كاتب. صح. هذا ما قدم فهي طبيعيه يعني انا الان وجهه نظري طبعا وجهه نظري ليش عادي مثلا احنا دائما عندنا قاعده استاذ موفق واستاذ جمعه يعرف فيها، احنا عندنا قاعده دائما وانا اكررها باستمرار اقول احنا ما نكتب باقلامنا. نعم. احنا نكتب برؤوس واقدام اللاعبين. نعم. عندما لاعب يقدم المستوى الجيد ايش عندي وياه انا ما امدحه. نعم. ما يعني امجده، بالعكس هذا هو ثروه للوطن فخر الي وفخر لمنتخبنا. لكن اللاعب اذا ما يقدم مستوى انا مو معقول اجد المبررات، انا مو محامي عنك، احنا نحكم على المستطيل. اذا انت صديقي انا عندي علاقه معك هذا امر اخر، صديقي أكيد. في البيت، صديقي في المحله، صديقي في الشارع، صديقي بالعلاقات العامه، لكن على ارض الميدان لا، هذا ملك الوطن، من نتحدث عنك لازم نتحدث بكل انصاف بكل جرأة. فانا اعتقد المنتخب مكان بالمستوى الطموح للشارع الرياضي، احنا ذكرنا وان شاء الله راح نتحدث اكو بدلاء مناسبين جدا، كان مفترض يعني احنا وحده من سمات المدرب كابتن راضي مدرب الى قيمته، من المعقول جدا ان يختار افضل اللاعبين المناسبين. احنا طرحنا اكثر من اسم وراح نكرر نطرحهم، لابد ان نتجه الى الخيارات المناسبه لهذا منتخب العراق. نعم. وفرصتنا قائمه، احنا نلعب على 3 فرص، البطاقتين الاولى والثانيه مباشره وكنا نعرفها. نعم. ولا حد يقول لي مضمونه لاستراليا واليابان، لا، كره القدم اليوم ماكو استراليا، اليابان خسرت مع الامارات، كل العالم 99% كانوا يقولون اليابان راح تفوز. اكيد. كل العالم الان استراليا 6 نقاط والسعوديه 6 نقاط. لكن انا ممكن الامارات تقلب الطاوله على استراليا في وانا اقول لك السعوديه ما راح تحصل اي نقطه بعد. نعم. وذكروني القضيه مو هذه، قضيه صراع نقاطي ممكن اي منتخب ممكن يصل اليه، لكن عليك انت اهم شيء تكون عندك ثقه بنفسك، تكون عندك اراده، تكون عندك رغبه، احنا عندنا حلم كبير، مو معقوله نيأس من اول لحظه، نعم خسرنا اول جوله وثاني جوله واحباط وحزن يملأنا، بس لا ما نيأس احنا لا. العراقيين متعودين، بلد جبل على الحزن والازمات والحروب والالام، لكن يحيا ما يمرض، يمرض لا. نعم لكن ما يموت، يبقى دائما يحاول يستعيد زمامه. فانا اعتقد المنتخب الوطني مدعو الى مراجعه نفسه، اولا راضي شنيشل مدعين يراجع نفسه كثيرا، القرارات كانت خاطئه في الاختيار، في التشكيل، في التوظيف، في ايجاد البدلاء المناسبين. خلينا نفكر بعقل منفتح، كل الناس اللي يحكون انا ما اقول انا مو دفاعا عن زملائي الاعلاميين ولا حتى عن وسائل التواصل الاجتماعي، من يتحدثون هذه مراه للناس، من يتحدثون ما معقول هم كلهم ضد كابتن راضي ولا ضد المنتخب الوطني، لكن يريدون الافضل، هذا منتخب الوطن. طيب بنفس الوقت مثل ما احنا يعني لنا دور في التشخيص والنقد البناء والنقد الموضوعي، خلينا نتكلم ايضا عنا احنا، يعني ما اتكلم على التبعيض، اتكلم على التعميم. هل كنا منصفين في نقدنا في تشخيصنا؟
هذا ايضا يجب انه نضع على الطاوله للنقاش. لا طبعا كثير من الاسماء المحترمه يعني بمستوى الاعلام كتبت مهنيه وموضوعيه وشخصت كثير من الخلل يعني بصوره واضحه وجلي، لكن هناك يعني بعض من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي والصور انه صارت اخطر من حتى من الصحف. بالضبط يعني تعب تصل للاعبين والمدرب او البول، يعني صار بها اسلوب السب والشتم والقدح والذم وايضا مدفوعه الثمن. نعم. فبالتالي يعني ما كانت تصب المصلحه العامه للمهمه الوطنيه. انا اتفق مع استاذ عدنان انه المهمه القادمه ما زال يعني في القوس منزع يعني مثل ما يقول، لكن يعتمد على الان راضي شنيش غير راضي شنيش اللي خاب المباراتين الاولى، الان اتضحت الصوره كامله. بالتاكيد يعني لو كانت عندها اخطاء هنا ذكاء وحنكه راضي شنيش هنا راح يكون دورها، يعني المباراتين الاولى والثانيه خلاص كشفت كثير من النقاط السلبيه وكشفت كثير من اللاعبين الغير صالحين للمهمه الوطنيه. الان دوره يعني دوره اصبح يعني يمكن لعباء عليه صارت اكبر، يعني المهمه صارت عليه اصعب. قد يكون هناك بعض العذر نعطيه مع مباراة اليابان وهم عذر غير مشروع، لأن اليابان خسرت مع الإمارات كرة القدم ما عادت اليابان ولا عادت البرازيل، يمكن أمم أوروبا الأخيرة منتخبات كانت تخسر 7 الآن بدأت تصارع، لأن بدأت أشياء تغير كرة القدم، صارت العلم مال كرة القدم متاح لكل المنتخبات ما عادت تصير يعني كل الآن حتى اليابان يعني مو ذلك البعبع، منتخب صح منظم صح عندهم يعني دراسة وتخطيط لمستقبل بعيد، لكن هم أيضا يؤمنون بالخسارة وقادرين نهزمهم يعني بصراحة في أرضهم. حتى حول خرجنا بنقطة، أنا قلت لك أنا متفائل حتى بالنقطة. قلت لك حتكون خط شروع جديد للمنتخب، لكن هذه النقطة ليست سهلة المنال، علينا عمل والعمل الآن. الآن العمل ما انظر إلى اتحاد كرة القدم، اتحاد كرة القدم جانب إداري. الآن الجانب الفني يعني هو من يحدد العمل. أنا بالنسبة لي يعني شاطركم الرأي، لكن أقول إنه الآن العمل يجب أن يكون على الجانب النفسي والذهني، هذا حلقة مفقودة، حلقة حتى لمنظومة العمل. هذه حلقة مفقودة أستاذ موفق، يعني منذ زمن طويل إحنا يعني كثير طالبوا إنه كل منتخب لازم يكون بمعالج نفسي، وهذا حال غرار كل دول العالم. لكن المدرب أيضا يستطيع أن يهيئ اللاعب نفسيا وذهنيا لمنافسة. مو أي مدرب يمتلك هاي يعني المؤهلات، تعرف العالم الجانب النفسي صار علم وعلم كبير جدا. فبالتالي يعني احنا محتاجين هذا الاختصاص، يعني الاختصاص مع المنتخب خاصه في هذه المرحله تحديدا هذا الشهر، ممكن ان نهيئ اللاعبين نفسيا ونعدهم يعني بدنيا فنيا جانب المدرب، لكن الاعداد النفسي الصور وهذا نقطه كلش مهمه جدا. نعيد الروحيه لهم، نعيد الحماسه لهم، يعني نخليهم يدخلون المباراه وكانما ينسون الخسارتين الاولى والثانيه. اتصور قلت لك هذا كله عمل وكله احنا طرحناه، لكن ارض الواقع تحتاج الى عمل كبير، وان شاء الله يكون حاضر وما زالت الحظوظ قائمة إن شاء الله. أستاذ عدنان، واحدة من الأمور حقيقة اللي طرحت كثيرا، وما أعرف شنو رأيك بهذا الموضوع، البعض ألقى اللوم على الملاك الفني المساعد أنه ما كان عون لشنيشل في هاتين المباراتين. طبعا أكيد السهام توجه نحو الجميع، احنا قلنا أولا الخسارة مسؤولية الجميع. الاتحاد يتحمل جزء، المدرب يتحمل، الملاك التدريبي، اللاعبون كلهم يتحملون المسؤولية. احنا ما نرميها فقط على كاهل المدرب، لكن عندما يعني ينتقد الجهاز الفني المساعد بالتأكيد لأننا نبحث عن أدوار لهم، ما شفنا أدوار لهم حيوية، أدوار واضحة. احنا نريد الملاك الفني، احنا شفناه على الشاشه لكن خلف الكواليس. هو هذا سؤالنا، هذا سؤالنا، ما نعرف. نريد ادوار فاعله لهم بحيث يعني يسهمون في انقاذ الفريق العراقي. المدرب وحده طبعا ليس لا يحلل الفرق الاخرى ولا يحلل لاعبيه، يحتاج الى جهد مساند. نريد كلهم يرتقون، يعني كلهم اسماء مميزه. اذا حديثنا عن كريم سلمان لاعب منتخب وطني، رحيم حميد سبق عمل مع المنتخبات، صابر حارس ايضا كبير، كلهم اسماء، عبد المير ناجي، كلهم اسماء. فنحتاج ان عملهم يتضح، احنا ما نريد نظلمهم لكن نريد عمل. انا اعتقد الفرصه مواتيه، حديثكم كان عن قضيه الخبير النفسي. انا اعتقد اكو شخص معروف واعتقد كلكم تعرفوه اللي هو الدكتور ليث. الدكتور ليث اول امس انا كنت كان عندنا ندوه. الرجل متخصص بالباراسايكولوجي، راح استضيفه للامانه بعد عطله العيد. انا بالنسبه لي موضوع عن رغم انه راح يكون موضوع معقد بالنسبه للمشاهد، لكنه انا يستهويني هذا الموضوع. كل منتخبات العالم موجوده، انا اعتقد في عالم الرياضه الان. انا اعتقد كل الدول بالعالم تبحث عن الافضل. احنا من نحرص على ان يكون مع المنتخب طباخ حتى يهيئ السبيل للاعبين على المستوى الغذائي، ومن يكون معاهم طبيب، ومن يكون مع كل الاسباب نخليها، لكن
اعتقد الخبير النفسي، انا ارشح الدكتور ليتلين، كلكم تعرفوه. نعم. دكتور متخصص عمل مع منتخب العراق لالعاب القوى وحقق انجازات. صح. صح. انا اعتقد الان عنده فتره ممكن يدرس اللاعبين، والرجل مميز جدا. انا استوقفك هنا، العقليه اللي الطرف الاخر اللي هي اداريه واحترامنا طبعا للكل، تتقبل هذا الامر؟ انا اسال في أسأل. سبيل انا العفو اخذ من حصه الاستاذ جمال. لا عندي سؤال، لانه كابتن بسام حقيقه وكثير من الاخوه، لكن استوقفني سؤال حقيقه لكابتن بسام راح بعد ما تكمل. احنا نقول في سبيل الوطن لا. لازم نضحي في سبيل الوطن، لازم نتناسى كل الامور الشخصيه. نعم. نفكر شنو اللي ينفعنا، ينفعنا الان ان نعمل كليتنا كفريق عمل واحد، خاصه بالنسبه للجهاز الفني. لا باس ان يستعينوا بخبير نفسي، لان راح يخدم المدرب، يخدم اللاعبين، هي امور المدرب ربما لا يعلم بحاله الاحباط اللي حصلت للاعبين. نعم. الاحتياطيين كلهم يحسون نفسهم ادوات غير مؤثره بالفريق، بالتالي كانوا ينتظرون ان يكون لهم فرصه. الكثير يسال عن اكثر من لاعب كان اسمه موجود لكن ما ظهر بالتشكيل الاساسي، تحدثون عن جاسم محمد، تحدثون عن سامال سعيد. نعم. تحدثون عن محمد قاصد وعن جلال حسن، عن كل اللاعبين اللي ما سمحت لهم الفرصه. نعم. ان يلعبون، طبعا من حقهم. احنا نريد طبعا دائما نقول التشكيله الافضل، اللاعب المناسب، حتى اذا مو مناسب، لكن ايضا اذا يكون احتياطي ممكن يزج باي لحظه يقدم الاضافه للمنتخب. نعم. هذا اللي نريده. ما نريد التبديل، هي الحل، الحل في دكه. ما نريد التبديل يكون ورقه يعني مجرد نضيع بيها وقت، لانه التبديلات احنا جنينا يعني او دفعنا ثمنها. قلت لك 6 تبديلات كلها سيئه، ما شفنا بديل قدم الشيء الايجابي سواء في مباراه استراليا او مباراه السعوديه. نحتاج لعمل، نحتاج لعقل متفتح. حتى الكابتن راضي لازم ما يضجور اذا اضيف اي احد، طبعا اكيد لازم بموافقته، لكن خلي نعمل كفريق، نحتاج الى خبير نفسي. انا حتى هو قال في وقت سابق انه ما احتاج الان هذا الملف. لا لا انا اعتقد ممكن في وقت اخر احتاج. هو صارت مشكله، خلي انا اقولها ايضا، صارت مشكله مع جونزالو. نعم. انا اعتقد المنتخب يحتاج جونزالو بشكل كبير، لكن أنا الرجل الرجل الاخر اللي هو ما شفنا اثره. هو اختار جونزالو بين اثره مع المنتخب الاولمبي. نعم. خلال المعسكرات الرجل يعني مندفع في عمله، وايضا قريب هو من الكابتن راضي شنيشل. اذا صار مشكله في الفتره الماضيه فلا باس ان نستعين به، هذه مصلحه الوطن الان، ماكو اي مشكله يعني تمنع من ان الاستعانه باي شخص ممكن يفيد المنتخب. طيب نعتقد نحتاج لها قرارات. طيب انا حقيقه يمكن اريد استاذ زيد المصور ايضا الصفحه، المشكله عندي حقيقه مدى تظهر عندي الأسماء، لكنه أنا أعرف مثلا هذا السؤال للكابتن بسام، لأنه شفت فرأسا بس ضغطت عليه طلع لي السؤال، يقول خلينا يعني مشاركين بهذا الموضوع لأن الموضوع مهم جدا حقيقة، من يضع الحلول للمنتخبات والعمل الفني ويصحح المسار، هل هي الدولة، الإعلام، أم أصحاب الشأن؟ هذه شوفوا يعني العفو أستاذ جمعة، هذه مدى تطلع عندي الاسماء حقيقه هنا، لان هي كثيره بصدق حتى يكون واضح. نعم. حتى يكون واضح هي هنا، شوف هذه اللي دا اشر عليها. نعم. عندي هي التعليقات، مو ما عندي، لكن مدى اعرف الاسماء حقيقه، يجوز الخلل عندي هنا بالصفحه والله اعلم. عموما ممكن راح نغير على الصفحه العامه. تفضل استاذ جمعه. طبعا هم طرحت ثلاثه، الدوله والاعلام واهل الشان. يمكن الدولة على التخطيط البعيد المدى، يعني بصراحة ممكن الدولة أن تبني منظومة كرة قدم، يعني ونعرف أن كرة قدم بناء عمودي، هذا مشاريع يعني مشاريع ضخمة تولاها الدولة بدءا من الرياضة المدرسية وانتهاء حتى وصلوا المنتخبات الوطنية. طبعا نعم. كثير من الحلقات هي مفقودة. نعم. وغير يعني مبنية بناء صحيح. نعم. أما الإعلام فالإعلام دور مراقب يعني يشخص الأخطاء. نعم. لكن أتصور أن الحلول الناجعة هم يعني وخاصة الحلول الآنية، يعني مرات إحنا بحاجة إلى حل آني، يعني ما ممكن نفكر الان بالتخطيط، لا علينا ان حلول حتى وان كانت حلول ترقيعيه مثل ما يقولون. لا. الصور اهل الشان هم من يكونون يعني اصحاب الرياده في هذا الامر. نعم. يعني وانا يمكن نعم من اصحاب الشان الان الكابتن راضي شنيشي. نعم. يعني الشان كله تعلق بالكابتن راضي شنيشي الان الحلول. استاذ عدنان يحكي قال انا ما اريد اعلق، بس هو اكو سؤال اجى له. عموما تفضل لا 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 بالعكس احنا طرحنا. انا يعني اريدك تكمل. لا لا طرحنا
يعني احنا فصلنا انه من الدوله بناء العام يعني كره الاعلام اصحاب الشئين الاعلام مراقب يعني يشخص كثير من الاخطاء ودائما الاعلام يكون رابع يضيفون لكن اصحاب الشئين لا يكون منصفين الاعلام مو دائما على صواب نعم. يعني كثير لا رايهم مو ملزم طبعا لكن اصحاب الشئين والان بتحديدا يعني ظرف اني اصحاب الشئين مطلوب يعني حلول وحلول ذكيه وحلول ناجعه يعني حتى وان انا اعيد الكلمه حتى وان كانت حلول ترقيعيه يعني لهذا الظرف مشكلتنا الحلول الترقيعيه يعني اتت بنا الى الوراء احنا كل مونديال نضيع بالامتار الاخيره وبالتالي هذه الحال نفس الحال ندخل بفوضى مع كل الامتار الاولى احنا بعد بالامتار الاولى يا ريت احنا نتلاحق نفسنا وان شاء الله قبل ما تجاوب سؤال من دكتور منذر يقول كيف وجدت الفرق بين المنتخب الاولمبي والوطني ولماذا لم تطالب بتواجد يونس مع الاولمبي؟ هل لانك اعلامي البعثه ووقعت تحت تاثيرات المدرب ورئيس البعثه؟ لا لا بالعكس. اولا قضيه الاولمبي تختلف عن قضيه الوطني، طبعا المستوى مختلف بشهاده الجميع. انا لست نقابيا حتى ادافع عن المنتخب الاولمبي، من يعتقد اني كنت ادافع عن المنتخب الاولمبي خلي يقرا الرسائل خلي يتابعون لا هواي من الجمهور للاسف هواي من الجمهور ما يعرفون انه انا كتبت 7 حلقات على المنتخب الاولمبي انتقدت كل الاعضاء من المدرب الى اخر لاعب، هذه ضميري ويعني قيمه البلد لازم اذكرها. يصورون انه لازم انشرها على الفيسبوك لا مو إيه ما يعرفوها، انا ما نشرت على الفيسبوك لان هذا حق الصحافه فاعطيتها لهم. يقول ليش ما ضموه اليونس للمنتخب الاولمبي؟ اولا قضية أسماء اللاعبين فوق السن القانونية بعثت قبل فترة طويلة بالضبط. يونس ما كان من ضمن الخيارات حتى يكون واضح أي لا حتى يعرفوها. لو كان الخيار أن يونس ينضم خلال والله أنا أول المطالبين. أنا شوف أكو أيضا سؤال من أحد الإخوان قريته الآن يقول اللي طالب بعودة يونس قريته على الشاشة وين كان يونس ب 2006 و 2010 و 2000 أنا أقول لك كل الاحترام لك ولرأيك إحنا يونس أنا ما أعرف من اللي كاتب لا ما ظهر لنا الاسم مع الأسف كل الاحترام نعم للناس نحترم كل الآراء من حقهم بس خلي نتناقش بهدوء. أولا إحنا كنا أشد المنتقدين ليونس عندما يسوء حاله بال 2006 انتقدناه وبال 2010 انتقدناه لكن عندما يعود يونس وعندما يكون إيجابي ليش ما أضمه؟ شنو المشكلة؟ ماكو عندي عقد. أي لاعب يخدم المنتخب الوطني نور صبري يونس محمود أمجد عطوان هما أمطار كرار جاسم كرار إذا يفيد أي لاعب يخدم المنتخب خلي ندعوه. الإيجابية بتصفيات كأس العالم تختلف عن أي بطولة أخرى ممكن أنت قبل يوم من المباراة تضيف أي لاعب فما عندك مشكلة بالموضوع يا أخوان. إذا عندكم مشكلة ويا أي لاعب معين كل اثنين انتقدناهم صدقوني ماكو لاعب سلم من يعني من كتابات الصحافة ولا إحنا ننتقد على الأداء داخل أرض الملعب ما عندنا مصلحة ويا أحد لا أنا أرد ألعب مكانه ولا أرد أجيب صديقي أو ابني أخلي مكانه لا احنا خلينا نفكر بعقل منفتح ونفكر بمصلحه الوطن. مصلحتنا وين تقتضي؟ اذا انا اكو مهاجم الان والله اني اشد المعجبين والمؤيدين لمهند عبد الرحيم بس يحتاج وقت حتى ينضج. مهند لاعب راقي جدا لكن اقول لك الان يعني شو وقت يعني الوقت هذا اذا هسه ما يلعب يعني متى؟ اسمح لي استاذ الكثير يقولون هذا منتخب للمستقبل على راسي على راس اي مستقبل لا ما يخالف ما يخالف تقول واقع ومنطق اي مستقبل كل واحد صار هم يتحدثون يلعب منتخب استاذ موفق انا يتحدثون هم رايهم هذا يقولون هذا منتخب المستقبل لانه سئل الكابتن راضي بعد المباراه مع السعوديه قالوا له هذا المنتخب يعني قال انا ما وعدت احد بالسعوديه لكاس العالم هذه قضيه خطيره احنا ماكو واحد يقول هالكلام حتى الاتحاد رفض هذا الامر أوكي. احنا ما نشارك ببطوله نقول لمجرد المشاركه لكن ما يخالف خلي بس لكن ما نسعد اوكي ما نسعد الكاس الان لكنه اريد منتخب اسمه هذا اللي نقوله هذا اللي نقوله مسال الدكتور منذر قال شنو الفرق بين الاولمبي؟ الاولمبي كان يمتلك الروح كان يمتلك الاداء لكن للاسف ما امتلك المهاجم وعندنا اخطاء حدثت خاصه المباراه الاولى مع الدنمارك اعتقد اسلوبنا كان خطا جدا وايضا مباراه جنوب افريقيا اللي دخلناها باستهانه فرطنا بالنتيجة فكرنا نفسنا أنه صعدنا للدور الثاني خلينا نفكر الآن الأولمبي هو أغلب المنتخب الوطني شنو الإضافات اللي ممكن نضيفها إلى المنتخب الوطني حتى المنتخب يصبح في أفضل ما يكون هذا اللي نتمناه إحنا نريد منتخب يضم أفضل اللاعبين الموجودين عندك 18 لاعب عندك 20 لاعب ماكو مشكلة بس اختار الأفضل
اذا يقولون من الخبره ماكو مشكله، احنا شنو العقده بالموضوع؟ نعم. اذا الخبره اللي يتحدثون عن ضد يونس، نعم. احنا ما قلنا يونس خليه يلعب المباراه كلها، قلنا ممكن كبديل ينفع الفريق العراقي، 10 دقائق ممكن يغير كمعنويا كنفسيا، اذا اكو لاعب افضل منه خلاص ماكو مشكله بالموضوع، نعم. يعني مو عقده هو الرجل، لكن تعال احنا نريد اللاعب الافضل، اذا ما عندك لاعب يهدف، ما عندك مهاجم، شنو البديل؟ طبعا تبحث عن اللاعب على الاقل الجاهز، اللاعب الاكثر خبره، نعم. لان هذا ممكن يتحكم بالامور. المهم عندنا ان منتخبنا يعود، نعم. المهم عندنا ان يكون منتخبنا يضم افضل العناصر، نعم. انا حتى استغرب الكابتن راضي، افضل لاعب في الدوري العراقي اللي هو حسين، وين حسين؟ نعم. وين حسين؟ افضل من هواي اسماء موجوده علي الان، حسين علي افضل لاعب ممكن يخدم الفريق والكثير من الاسماء، اذا عدد الان انا اكو لاعب طبعا للاسف فرصه الاولمبي ما سنحت له، بس لاعب مميز جدا ممكن يكون حتى افضل من علاء مهاوي صدقوني، اللي هو هوبير مصطفى، نعم. لاعب راقي جدا، المشكله ما يعني مدافع جدا ما انطاف اكو لاعب ما صارت فرصه، نعم نعم. اكو لاعب اخر صدقوني ممكن يكون افضل مهاجم بالمستقبل اللي اسمه علي عقله، نعم. لاعب راقي جدا طول فارع ما شاء الله اطول من امجد هو، والبعض المشكله ماخذ موقف من المغتربين او المحترفين استاذ، هذه مشكله ايضا يجب ان يعيها الجميع، نعم. يا اخوان احنا ما عندنا مشكله الان هو يقولون خلي برونوري اي لاعب يخدم المنتخب يجيبه وين ما كان، احنا الان فرصه ذهبيه خلينا نستغلها، نعم. كل المنتخبات الاسيويه في تراجع، نعم. هذه فرصه لن تتكرر وهذه فرصة ذهبية، أنت مجموعة عندك قليل من اللاعبين عندك 3 فرص بيها، يعني فقط 2 راح يطلعون خارج أو 3 فرق راح يطلعون خارج الحسبة، ليش ما نستغلها؟ ليش ما نقاتل عليها؟ عندنا 24 نقطة على الأرض، نعم. خلينا نفكر، خلينا نهدأ، خلينا نعمل من أجل هذه الـ 24 نقطة ممكن نحصلها، لا نقول من الآن والله يأس أنا اليابان، لا، خلي أسلم النقاط، أستراليا خلي أسلم النقاط. اليابان واستراليا مو اقوى من البرازيل، صح، وجينا للبرازيل بقوه وتعاملنا مع المباراه بحنكه وكل الناس اشارت بالمنتخب الاولمبي لان عندما تعادل بعد خلي تكون عندنا هاي الجراه وهاي القوه، اي فريق بالعالم، طيب. ماكو فريق ما يقهر. طيب قبل ما يعني اقرا فالتعليق اخر لانه عطفا على كلامك راح نطلع باستطلاع واعود ايضا للاستاذ جمعه. مشاهدينا الكرام تعالوا معي لنتابع هذا الاستطلاع. مباراتنا كرأي يعني احنا كخبراء واختصاص بهذا المجال كانت الشوط الاول يعني عراقي يعني معروف لدى كل من شاهد المباراة وتابع الفريق كان خطوط اللعب الكابتن راضي وضع يعني آلية تقريبا تختلف بعض الشيء عن المباراة اللي اخذناها مع استراليا، الفريق عمل خطوط اللعب اشتغلت اخذنا هدف جعل من الفريق يعني في وضع منتعش يعني ومرتاح بحيث اذا نجي على الشوط الثاني فمنتخبنا ممكن يعزز بهدف ثاني حتى يكون للامان. اللي صار بعض التغييرات لم تكن هي يعني موفق بها الكابتن وهذا راينا يعني. الشيء الثاني اللاعبين يعني اخذوا اسلوب جديد وهو بعد الهدف وخاصه عندما تقدم الوقت بدينا نتراجع للخلف حتى نعمل عمليه تنظيم الدفاعات حتى نحافظ على الهدف وهذا ما ممكن، خير وسيله للدفاع هو الهجوم. اذا اردنا نقارن المباراه الاولى والثانيه راح نشوف انه المباراه الثانيه منتخبنا قدم مستوى طيب وكان قريب على الفوز، لكن سوء التوفيق اللي حالف المنتخب والاخطاء الفرديه اللي ارتكبها المدافعين ويمكن حتى ضربه جزاء ثانيه كان مشكوك في صحتها، الفريق قدم مستوى جيد وكنا احنا نبحث عن المستوى، يمكن مباراتنا مع استراليا قلنا خلينا نخسر بس نريد مستوى، من قدمنا مستوى مع المنتخب السعودي وخسرنا قلنا نبحث عن نتيجه، لذلك اتمنى انه حقيقه نكون داعمين للمنتخب الوطني لانه لو كان حالنا حال المنتخب الياباني اللي خسر اول مباراه مع منتخب الامارات وفي ارض اليابان يمكن كان انقلبت الدنيا، لذلك منتخب العراق يحتاج حقيقه مباراه بمستوى مباراه البطوله، يعني مباراتنا بشهر 10 راح تكون مع منتخب اليابان نحتاج حقيقه مباراه مثل مع كوريا الجنوبيه بمستوى منتخب الياباني حتى ندخل المباراه بتركيز عالي وتركيز ذهني. بدائل لازم. طيب تحياتنا للدكتور اسعد والكابتن قصي. الصديق مهداوي ابو حمزه يقول مع احترام الكلام استاذ عدنان يقول 10 لاعبين تخرجوا من تحت يد غونزالو بالمنتخب الاولمبي، يقول لا داعي لوجود غونزالو، هذا المدرب ممكن انه يبقى مع المنتخب. تحياتي لابو حمزه، لكن احنا كثير شخصوا انه جانب اللياقه كان سبب خسارتنا امام المنتخب السعودي. نعم. تعرف عامل اللياقه متغير يعني، نعم. بين يوم وليله ممكن يتغير عند اللاعب.
فنحن بحاجة لهكذا مدرب ممكن أن يحافظ على رتم اللياقة عند اللاعب وأيضا يطوره، وهذه فترة الشهر ممكن أن تعيد وتزيد مستوى اللياقة البدنية عند اللاعبين. لا أصور هو جانب علمي الرجل كان وأيضا مقرب من اللاعبين، وكثير من اللاعبين أشادوا به حتى بالروحية اللي يحملها، يعني بعيدا عن جانب اللياقة والعمل الفني حتى بالروحية، يمكن خلق روحية وحلقة تواصل بينه وبين اللاعبين كان مميز جدا حتى داخل المصطبة، وكان تعلم اللغة أيضا. لا حتى داخل المصطبة كان إلى تأثير، حتى في مصطبة الاحتياط كان إلى تأثير على اللاعبين وروح المرح. هذا مطلوب جانب يعني جدا أنا مع عودة غونزالو للمنتخب. نعم. تحدثنا عن الفروقات ما بين الأولمبي وما بين الوطني، الصور الحالة مختلفة جدا، يعني مع الأولمبي حال بعيد عن المستوى، الأولمبي ما قدم بس أنا يعني برأيي ما محتاج مثال، بس مع البرازيل الصور كانت روح الحماسة حاضرة. نعم. روح التحدي، أنت تتحدى نيمار باتي جول دول اللاعبين، صار إحنا استحضرنا عامل الحماسة 200%، ولكن ماذا بعد يعني احنا مع جنوب افريقيا ما قدمنا مستوى ايضا مع الدنمارك، الدنمارك اللي خسرت مع البرازيل اخفقنا، هذه روح الحماسه تمنيت ان تكون حاضره مع هذه المنتخبات اللي لا احنا الشوط الاول يعني خرجنا من الشوط الاول ماكو شخص ما مرتاح حقيقه، سواء اصحاب شئن سواء نقاد متابعين سواء شارع رياضي وجمهور، لكنه الحال انقلب حقيقة. ويعني المشكلة الآن يمكن زميلنا علي النعيمي أيضا عطفا على كلامنا على الخبير النفسي يقول سلم عليكم حقيقة، يقول أعتقد بشأن إضافة الخبير النفسي يقول أود الإشارة فقط، أني سعيت جاهد لترتيب لقاء بين دكتور ليث وكابتن راضي قبل معسكر أربيل الإعدادي، يقول وشنيش الرحب بالفكرة، وعد العزاوي بموعد آخر ربما يكون بعد انتهاء مباراتي أستراليا والسعودية للاستماع إلى وجهة نظره، لكن أني الآن مثلا بعد هذه المباراتين الآن ممكن نتكلم عن القادم، شنو اللي ممكن أسويه، شنو اللي ممكن أقدمه حلول، شنو اللي ممكن أعالج به. يمكن ثلاث جوانب، يعني الجانب النفسي احنا شخصناه. نعم. ومع ثقافة العمل يعني بصراحة هنا ثقافة كل من إلى دوره، يعني لو زجينا بالمعالج النفسي راح يكون، لو كان هناك ثقافة أدوار ممكن نعطي دور ومساحة للعمل، هذا جانب نفسي راح يشتغل هو عليه. يبقى جانب اللياقة مع عودة غونزالو، يعني أتمنى هذا احنا طلبنا، مو يعني بصراحة ما كان ممكن يكون أمر واقع. وأيضا الجانب الفني، الجانب الفني عبء على الكابتن راضي شنيش والطاقم الفني المساعد له. الآن قلنا أن كثير من الأخطاء حثت وكثير من المسميات ما نريد يعني نعلن أسماء اللاعبين، كثير من اللاعبين يعني ما أثبتوا جدارتهم، ما نقول فاشلين، ما أثبتوا جدارتهم بالمهمة الوطنية. الآن هذا الجانب الفني على راضي شنيش أن يرسم خارطة جديدة للجانب الفني، وأيضا التكتيك ممكن أن يتغير، نلعب بنمط هجومي أوسع، إحنا ما نهدف يعني واقع الحال ما نهدف، فرق ما تهدف القادمين من الخلف وما يكونون أدوات خطرة للتهديف، فبالتالي لابد أن نلعب هذا بهكذا استراتيجية، علينا أن نغير كثير من معطياتنا، إحنا نزج مهاجم واحد بين كماشة دفاعية ونطالب بالتهديف. نعم. هذا أمر صعب جدا، علينا أن نغير من أسلوب لعبنا، يعني إحنا حتى إذا لعب ارتكاز ثلاثة هم أساليب دفاعية، ثلاثة هم نزعة دفاعية أكثر ما هجوم، من راح يزيد ويتقدم عندي أنا؟ من راح يعبر السنتر وممكن يطي ثرو باس او يشوت او يسوي زياده عدديه بالحالات الهجوم، يعني هاي احنا افتقدناها، يعني احنا مهند ممكن يضيع ويضيع فرصه وفرصتين، احنا الان بحاجه الى مهند ان نخلق مهاجم جديد للكره العراقيه. يا اخي هو تهسد الان تكلم، هو مو شرط المهاجم يهدف، طبعا مو شرط الاخرين طبعا، واللاعبين كثير من منتخباتنا العراقيه، هو احنا منتخباتنا العراقيه كانت كثير من الاهداف تجي من لاعبين النص. نعم. يعني يشوتون يزيدون يدخلون منطقه الجزاء، احنا لاعبين النص بس هذا لاعبين الوسط نزعه هجوميه، بالضبط. احنا لاعبين الوسط اغلبهم نزعه دفاعيه، يعني هي هاي المشكله اللي صارت في المباراه السعوديه، في كريم علاء وكان هداف الهجوميه يعني رفعت من المباراة، نزلوا لاعبين نزعة دفاعية انقلبت الآية، المدرب السعودي يعني حقيقة الضغط زاد بلاعبين مهاجمين، احنا الضغط زاد علينا بلاعبين مدافعين، هو احنا نلعب باحتراس مبالغ به، يعني نلعب باحتراس مبالغ كأنما دا نطلع بالنقطة خلاص يعني نعتبرها منجز، يعني هذا حتى تشوف التكتيك، كثير من اللاعبين هم اللي يلعبون أمام الأشباهية هم لاعبين كثيرهم دفاعيين. نعم. يعني احنا هسه نضرب مثال، يمكن ذكرت كريم علاوي، ليث حسين، المرحوم ناطق هاشم، كلهم ذول اللاعبين كانوا هدافين، سعد حبيب، علي حسين، كلهم هدافين، اسماعيل محمد، ناطق هاشم الله يرحمه، كلهم هدافين، كلهم حارس محمد، حارس محمد، باسل جورجيس، كلهم كانوا خطرين يعني ويهدفون باي لحظه، احنا لا المسير خليل علاوي، كريم علاوي، ناظم شاكر، احنا ما نريد المدافع، لا احنا ما نريد المدافع، خليهم المدافعين، بس اعطينا لاعبين النص خليه يتقدمون يشوتون يسوون حلول، يعني ما اعرف
طيب احنا بالوقت اللي يعني نحتاج الوقت حقيقه، انا اعتقد انه الفريق الياباني او الجانب المقابل الان في يعني عمل دراسه مستفيضه للفريق العراقي خلال المباراتين. احنا الان تشاهد هذا الوقت حقيقه الضائع المفروض نستغله بدراسه مستفيضه، جلوس الهدوء، العقلانية، التركيز على الثلاث أسابيع هذه القادمة، لأنه هذا الأسبوع راح انتهى. خلي أنقول لك حادثة حدثت مع المنتخب الأولمبي. نعم. المنتخب الأولمبي قبل أن يواجههم منتخب البرازيل. برازيل. كابتن غني. نعم. صالح حميد، حيدر نجم. نعم. طبعا شافوا اللعبة مع البرازيل مع جنوب أفريقيا وهم أيضا عندهم ملاحظات. صدقني أكو فت قضية عجبتني جدا طبعا. نعم. كل لاعب خاصة المهاجمين نيمار. وخيسوس وجابي بول شلون من يواجهون من يدخلون منطقه الجزاء شلون يصرفون؟ نعم. شلون يضرب الكره؟ شلون يسدد؟ نعم. مرنوا عليها ممكن سنو حتى الكابتن صالح. كابتن صالح كان تدريباته مع محمد حميد شلون اذا انفرد عليه نيمار راح يسدد على اي جهه؟ فكان يعني تصرف ذكي جدا. كابتن غني عمل معاهم بشكل راقي جدا خلال هذه المباراه. وظفوا اللاعبين، كل لاعب انطوا ادواره، نفذوا الامور، كان حصار على اي لاعب، شلون انت تستفز اللاعب الاخر. اللاعبين البرازيليين خلال نص ساعه كلهم توتروا خارج المباراه، كلهم فقدوا السيطره وعليهم ضغط جمهور، عليهم ضغط اعلام، تدمر الفريق. البرازيل ليست اقوى من اليابان، واليابان ايضا يعني معروفه. لا اليابان، اليابان مدرسة. ليست اليابان قبل سنوات. نعم نعم. استراليا الان لا انا احكي رغم انه استراليا يعني حقيقه اسلوب اللعب موفق واللاعبين تغيروا حتى شكل لا الفريق، لا عن اليابان الان سيستم اللعب تغير. خلينا نترك الان استراليا والسعوديه، انتهى الموضوع، انتهى. لكن اليابان يعني البرازيل مو اقوى من اليابان. لا. نعم، لان البرازيل منتخب اولمبي رغم انه يضم اغلب عناصر المنتخب الوطني، لكن اسلوب اليابان محفوظ للناس كلها، تكتيكه معروف. حتى الناس من درسوا شنو اسباب خساره اليابان امام الامارات، قالوا اسلوبه صار معروف، قضيه التمرير وهذه الحيازه على الكره هذه اصبحت محفوظه للناس. نعم. الاماراتيين عملوا، خلي احنا نستخدم، خلينا نستفيد، خلينا نشاهد مباراه الامارات مع اليابان. نعم. خلينا نشوف مباراه اليابان مع تايلاند، خلينا نستفيد من كل الامور، خلي يقعدون كل الكادر التدريبي. نعم. خلي يستفيدون من كل العقول، شلون ممكن نقف كل لاعب من لاعبي اليابان. التشكيل الياباني تقريبا مستقر، شفناهم ماكو تغييرات عظيمه. وبالمناسبه اليابان راقبوا مباراتنا. نعم. مع استراليا، راقبوا مباراتنا مع السعوديه، ايضا عندهم ملاحظات على الفريق العراقي، سجلوا ملاحظات، لكن احنا ننتظر من لاعبينا من مدربينا ان يظهروا بصوره مخالفه. المشكله دتيجي تعليقات كلها دتلقي اللوم على الملاك الفني، ما نختلف المساعد، واحنا لازم على الكابتن عبد الامير انه وين يعني لعد القراءه، وين كذا. وهي الان هذا الان دور المدرب ان يوضح كل واحد شنو دوره. ممكن مؤتمر صحفي، ممكن مؤتمر صحفي، والله ضروري المؤتمر الصحفي. نعم. وحتى الاتحاد يبين انه شنو معالجاته. احنا انتقدنا الان حاله انه الوقت قاعد يمضي سريعا، وراح ننتظر بعد العيد، وبعد العيد ايضا راح يحددون احتمال المنتصف. نعم. يعني تقريبا حدود اكثر من اسبوعين راح تفوت. انا اعتقد الاتحاد كان يفترض، احنا عندنا الجمعه وعندنا السبت، خلال الجمعه والسبت قبل العطله مال العيد يحسم الامور، يقعد مع المدرب والمدرب بالمناسبه. احنا ذكرنا اصحاب الشان، لجنه المنتخبات يقعدون، اللجنه الفنيه، وانا ادعو الى كل الاختصاصيين اللي ممكن عنده واحد رؤيه، مو اقول ندعو عامه لا، بس على الاقل المشكله تتكلم لكنه حلول يقدمونها امام الاتحاد ما تنفذ. لا احنا نقدم الافكار، كل يقدم فكرته، ويعني المدرب يستمع للكل وممكن ياخذ الفكره اللي تخدمه. وانا اعتقد شخصيه راضي شنيشل تسمح وحقيقه لانه يستوعب يتحدثون ويسمع، وهم يتحدثون يصالح. نعم، ينفذ اللي بباله لكنه يستفيد من استاذ موفق. احنا من ينجح راضي شنيشل هذا نجاح للكره العراقيه، نجاح لمنتخبنا الوطني. احنا يعني سعادتنا نجاح صراحة. احنا الشارع الرياضي الكل كان مع تسمية راضي طبعا شنيشل. كل الناس كليتنا ما اريد اقول الان اللي يتكلم على راضي شنيشل هو كليتنا بناء على حزمه. نعم. بناء على ادارته، بناء على قوته، لكن احنا نريد يعود راضي اللي نعرفه. نعم. راضي قوي الشخصية، راضي اللي ما يتأثر بالأمور الجانبية، راضي اللي يفكر كيف ينجح. نعم. اللي يفكر كيف ينجح لازم يفكر بكل الحلول، يفكر كيف يستفيد من كل الأشخاص، ما تصير عنده عقد امام اي لاعب او اي مدرب. نعم. يستمع للكل بالضبط، لانه عنده مهمه هي مهمه الوطن. نعم. احنا نريد نصل لكاس العالم، والفرصه ذهبيه لليابان ولا استراليا ولا الامارات ولا السعوديه، كل الفرق متراجعه، فرصه خلينا نستغلها. قبل ما اخذ فقره الامنيوم والامر والكارتين الاحمر والمليان ماكو ابيض هاي طيب الان بالنسبه لنا كصحافه ندعو الى عقد مؤتمر صحفي، نعم
لكن في نفس الوقت تعتقد انه المدرب في مخيلته اشياء ممكن تكون معالجات او حلول على قادم الايام؟ لا، انا اللي اتمناه حاليا ان يكون الدفع الاعلامي بالجانب الايجابي فقط. بالضبط، يعني الان علينا ان رسالتنا ان تكون بالجانب الايجابي فقط، تعزيز الجوانب الايجابيه، دعم المدرب، بعيدا عن كل المهاترات وكل التقاطعات، حتى ايضا اتفق معك شكلا ومضمونا قلبا وقالبا، حتى ايضا المسميات الفنيه المدربين اللي يخرجون سواء بالبرامج، اتمنى ان يخرجون من العقد اللي تحيط بهم. الان احنا امام مهمه وطن، ووطن مجروح، علينا المهمه اكبر من كل مسميات، اكبر من راضي شنيشي، اكبر من كل مسمياتنا، علينا الدفع بالجانب الايجابي. اتصور لو دفعنا بالجانب الايجابي فنيين واعلاميين راح نخلق حاله جديده، وممكن اضافه الى اليابان درستنا، لكن ممكن ان باغت اليابانيين. احنا عندنا متغيرات، عندنا متغيرات راح تصير واقع الحال. احنا الرؤيه الفنيه اللي امامنا اكو متغيرات راح تحدث، المتغيرات اتصور راح تصب بالجانب الايجابي، ممكن ان باغت اليابانيين بها. طيب خلينا نشوف فقره لا من يهمه الامر اولا وبعدها الكارتات. مشاهدينا الكرام تعالوا معي لنتابع فقره لا من يهمه الامر. فريقنا أدى مباراة كبيرة مع السعودية بالشوط الأول، لكن صار نقطة تحول للشوط الثاني بخروج على عبد الزهرة ودخول لاعب علي عباس. علي عباس كان مو مستوى بالمباراة السابقة، يعني أنا ما أعرف ليش الإصرار بإشراك علي عباس بالمباراة الثانية. ثانيا أكو نقاط أنا يعني مو فني إداري، يعني اتمنى من الكابتن راضي شنيشل، كليتنا ثقه طبعا احنا بالكابتن راضي شنيشل، ونقول له احنا يعني مقدرين جهودك وتعبك، لكن الفريق ككادر انا ما اشوفه، يعني عدا الكابتن راضي شنيشل ما اشوفه كادر ثقيل، نحتاج ندعمه بمستشارين كبار، نحتاج الخبرات اللي موجوده بالبلد كمدربين سابقين ومدربين كبار نستفاد منهم بالكادر التدريبي. أتمنى من الاتحاد أنه يزج مستشارين كبار لخدمة إيجابي. لكن مع إذن خلونا نشوف أيضا الكارت الأحمر والكارت الأصفر. أولا مع الكارت الأحمر، الكارت الأحمر كان في فترة المنابزات بين المدربين الغني شهد وراضي شنيشل حول تسمية بعض اللاعبين واستدعاء بعض اللاعبين وغياب بعض اللاعبين، انتهينا بأمور جانبية وتركنا المنتخب الوطني مع احترامي لهذين الاسمين في عالم التدريب، لكنه الدليل خرجنا من الأولمبي في التصفيات الأولى وخسارتين مؤلمتين بضربتين مدويتين على الرأس للمنتخب الوطني، ولم تفلح معنا لا تدخلات غني شهد ولا تدخلات راضي شنيشل، اللي كنت أتمنى أن تتفرغ للمنتخب الوطني وغني يتفرغ للأولمبي لكي نشاهد منتخبا أولمبيا يصل إلى المربع الذهبي ونشاهد منتخبا وطنيا يصل إلى نهائيات كأس العالم. أخيرا مع الكارت الأصفر، كارت الأصفر نوجهه أساسا للجهاز الفني وايضا للاعبين، ونقولهم انه يعني هديه الفوز للفريق السعودي بعد ان كنتوا متفوقين بالشوط الاول وقدمتوا من افضل اشواط الكره العراقيه خلال اكثر من 4-5 سنين، ولعبنا بمنهج يعني هو المعتادين عليه، مهاجمين اثنين وراحت لنا فرص. تحياتنا للجميع. ما اعرف يمكن استاذ عبد الاله شنو بعيونه، ما اعرف سلامات اذا يشكي من يعني عيونه. عموما وصلت الرساله، تحيات لكم بس خصيصا لاستاذ عدنان من صديقه البرنامج لينا من السويد، يقول هل ما تابعتموه من منتخبنا على مدى مباراتين يوحي بفكر تكتيكي حرفي يتناسب مع المحفل وفريقي الخصم؟ ثانيا من وجهه نظركم لكي نخطف بطاقة التأهل هل نسقي ما زرع أم نزرع من جديد؟ والله طبعا تحية لهم جميعا. أنا أعتقد نحتاج لعمل، العمل أنا مو أرد أقول نحطم كل الفريق ونغير التشكيلة برمتها، لا، أكو لاعبين مميزين ربما ما ظهرت أدوارهم ربما ما أعطوهم الفرصة، بس نحتاج إلى يعني هزة عنيفة. نحتاج إلى هزة عنيفة. أنا قلت نحتاج إلى بدلاء مميزين وطرحنا مجموعة من الأسماء. إحنا مو طلبات مشاهدين لا، لكن نعتقد دول الأسماء هم الأفضل لخدمة المنتخب الوطني، وأي اسم آخر أكيد هو المدرب يبحث عنه.
نحتاج الى فكر تكتيكي بالختام لا. لانه انا يعني المخرج نعم اتكلم فكر تكتيكي لا لحد الان ما شفنا الاسلوب اللي ممكن تنهض به الكره. نريد اسلوب يعني يوازي طموحاتنا، اسلوب ممكن تظهر به الكره العراقيه بجماليتها باسلوبها الراقي حتى نصل. اذا نريد عندنا هدف كبير هو الوصول لكاس العالم لازم نقدم اداء يقترن بهذا. لحد الان احنا ادائنا ضعيف، ربما ما اقول لك من اسوء الفرق، لكن الفرصه مواتيه وعلينا ان نعمل ولا نيأس، نتفائل ونفكر بالغد لان الغد ان شاء الله يكون مشرق ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ عدنان. استاذ جمعه، يعني انا اقول ما زلنا احياء وما زلنا نمتلك حظوظ قائمه، يعني مع العمل، مع العمل الجدي ومع كل اللي طرحناه وكثير طرحوه بالشارع الرياضي، لو اخذ بعين الاعتبار وما زلنا نراهن على اللاعبين وعلى رادشنيش، يعني ما زال الرهان قائم عليهم. اتصور المهمه ليست مستحيله يعني بالحجم اللي والضبابيه اللي نشوفه، الامل ما زال موجود. نترك هذا، نترك لا بالعكس، احنا نريد منتخب صاحب هويه، نعم. منتخب بصمه بصمه داخل المستطيل الاخضر. نعم. نعم خلينا نتاهل. نعم. لكنه منتخب يشفي الغليل حقيقه. نعم. منتخب يشفي الغليل. شكرا جزيلا. وللحديث بقيه ايضا دائما. انا اعتذر طبعا من الجميع وشوفتكم الشاشه ما بها اسماء، لذلك ما اعرف حقيقه يعني التعليقات كلش كثيره، وتحياتي للجميع. اعتذر مره ثانيه. واليوم كان المفروض ايضا احب ان انوه انه نلتقي بعدد من الجمهور، لكنه ايضا رسائل كثيره طلبت انه يكون سين بدلا عن صاد او انا او، لذلك حقيقه يعني الفكره مؤجله الى اشعار اخر. بالختام اشكر مره اخرى ضيفي البرنامج استاذ عدنان واستاذ جمعه. شكر موصول لكل من تابعنا وشاهدنا في حلقه هذا اليوم. ملتقانا واياكم يوم الاحد المقبل ان شاء الله، وهي الحلقه الاخيره قبل عطله عيد الاضحى المبارك. حتى ذلك الحين نلقاكم على خير. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا.